شخص لا يصلي ويجتهد بحديث الرسول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا شخص ضال، يستدل ويؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. والله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في شأن المنافقين ولهم أن تقبل منهم منافقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. بلا شك أنها ضلالات، الصوفية ضلالات ليس عليها أي مستند، الذي يفعلونه ليس عليه مستند لا من كتاب ولا من سنة.